ما هو أفضل وقت لقيام الليل بتوقيت المملكة؟ وكم عدد ركعات القيام؟ وما هو الوتر؟ وكم عدد ركعات صلاة الضحى؟ جزاكم الله خيرا. وقت قيام الليل، كل الليل وقت للقيام، من حين تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر، كله الصلاة فيه تعتبر من قيام الليل. ولكن الأفضل لمن يثق من قيامه أن يؤخر قيامه إلى آخر الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا هو الأفضل، لأنه وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فتحري هذا الوقت أفضل. ومن لا يثق بقيامه فإنه يصلي ما تيسر له قبل أن ينام، ويختم ذلك بالوتر، والوتر هو أن يصلي ركعتين الشفع ثم يوتر بواحدة، هذا هو الوتر، أقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال 11 ركعة، هذا هو الوتر. ويختم الإنسان به صلاة الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وأما صلاة الضحى فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولما فتح مكة المشرفة صلى في بيت أم هاني ثماني ركعات سبحة الضحى، دل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بتسليم مثنى مثنى.